مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده مع بوكس تو بوكس. عايز اوريكم فرق مهم جدا في طريقه التعامل اللاعبين والانديه لما اللاعب يخطئ. لوكاكو النجم بتاع تشيلسي اللي راح لتشيلسي بفلوس قد كده من انتر ميلان قبل بدايه الموسم ده طلع قال انا مش مبسوط، لا طلع خبط ولا شتم ولا عمل ولا سوى، قال انا مش مبسوط وهرجع تاني انتر ميلان الموسم الجاي. تشيلسي عمل ايه؟ خد قرار سري ماتش اللي فات بتاع ليفربول، ملعبش لوكاكو، ملعبش هذا النجم البلجيكي واحد اهم المهاجمين في الدوري الانجليزي واللي جايب فلوس قويه جدا ومهاجم من الطراز يعني القوي جدا العنيف جدا. لما بقعد اشوف الحاجات اللي زي دي، عمل لوكاكو ايه؟ عمل تصريح على طول النهارده زي ما احنا شايفين كده، قال لك لوكاكو بيعتذر لجماهير تشيلسي وبيقول لهم انا اسف، حقكوا عليا، انا مش هعمل كده تاني، خلاص يا جماعه. ليه؟ لانه هو فعلا النادي كشم له، ومش قصه ان انت تبقى فوق النادي مهما كنت. انا بقول الكلام ده اللعيبه منهم كهربا ومنهم لعيبه بطلت بسبب الفكره دي، ان انت متصور لما تصطدم مع النادي او تصطدم مع المدير الفني او تصطدم مع الجمهور ان انت كده نجوميتك هتشفع لك، لكن تظل المؤسسات اقوى واكبر مهما كان. اما ان انت تتراجع بسرعه زي ما الراجل عمل لوكاكو، فانا بتصور ان هو هيشارك خلاص في المباراه القادمه مع تشيلسي واموره تنتهي ومشاكله تنتهي، او ان انت بتبقى يعني راجل مش عاجبك الوضع وما تتراجعش وما تعتذرش وتمشي وتبقى مصيرك زي كهربا كده. فتروح فين؟ تركيا. يعني كهربا دلوقتي ماشي راح تركيا ليه؟ السبب هل لانه مستواه وحش؟ هل لا يليق بالاهلي؟ ما كانش الاهلي جدد له، عمل له مد للعقد سنتين قبل ما يخلص القصه بتاعه تركيا، هنتكلم فيها بعد شويه. لكن انا بوريكم الفرق بين تعامل الانديه الكبيره. بعض الناس هنا تقول لك اخصم له، لا، واحنا دايما عندنا مفاهيم كده عن الاحتراف بنتعامل ان كل حاجه فلوس، لكن في حاجه اسمها نادي، في حاجه اسمها مكانه نادي، في حاجه اسمها قيمه نادي. فحبيت اخد لكم دي علشان خاطر تبقى مثال قدامكم في القصه دي. طيب